السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله قررنا نمشي إلى مدينة الفخار، تشتهر بصناعة الفخار، ألا وهي مدينة أسفي، وهذه الطريق ديالها. شوفوا الطريق، مرة تشوف فيها الأشجار، الزيتون، الناس دايرين البيار، تيديروا داك الشجر تاع الزيتون كما تشوفوا، تيديروا بعض الفلاحات أخرى، وتيديروا تربية المشية. وهنا منطقة تغلب عليها الطابع الصحراوي، شوفوا هاد الهضاب، تيعطي واحد الجمال. الطريقة كونية بنادم لا غادي مع هاد الغرس تاع الأشجار، تا هو تيعطي هاد المنظر جميل. وكما تشوفوا هادي هي طريق وطنية، تيكون فيها بزاف تاع فيراجات وداك الشيء، خص بنادم اللي كان غادي ياخذ الاحتياطات ديالو، ويما يحترم السرعة المخصصة في الطريق، لأن الفيراجات يكونوا صعب بزاف، وبنادم اللي مشى بسرعة فائقة يقدر العربة ديالو تقلب بيه ولا شي حاجة. صلى الله العافية والسلام. شي باش ما طريق السيار مزيان بنادم يسافر فيه، رغم ان التكلفة تكون شوية باهظة، ولاني بنادم تيشري راحتو، تيكون غادي في الطريق ما فيه على دوبلاج لا والو، تا على دوبلتي ما تيكون جاي شي واحد في الاتجاه الاخر، كل اتجاه عنده طريقه، وما تيكونوش بحال هاد الفيراجات اللي تيكونوا في الطريق الوطنية، تيكونوا شوية حادين، تيطلبوا من السائق اخذ الحيطة والحذر باش يمر بسلام. والجو راه صيفي، هاد الايام راه بدات الحرارة تنخفض، بقات ديك الحرارة المفرطة، بدا الجو تيتلطف، و الانسان راه اللي عنده شي قصد راه تيقصدو قضاء العطلة ديالو، رغم ان ما بقى لا والو، بقى والو الدخول المدرسي. واللي اهم كما نقول لكم يا الاخوه، بنادم قبل ما يقبض الطريق يقول الاذكار تاع السفر، لان الله التي يحفظ سبحانه وتعالى، تاع المأثور راه مذكور في القران، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكان ذلك دعاء السفر، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. باش الإنسان تيمشي في أمان الله وحفظه. يلا يا اخوان، نتمنى الفيديو يروقكم، والمشارك يشارك، نتمنى تخبروا الاهل ديالكم المعارف ديالكم باش يشاركوا تعم الفائدة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم و
ورحمة الله وبركاته.